دكتور أيمن أحمد حسين، استشاري الأمراض الباطنية والكبد، زميل جامعة كلود برنارد بفرنسا، عضو الجمعية الدولية للأمراض الباطنية وزرع الأعضاء، عضو الجمعية الفرنسية للأمراض الباطنية، 183 شارع التحرير، عمارة ستراند، باب اللوق، القاهرة. للتواصل على الأرقام التالية 27 94 11 55 أو على 011 42 56 68 33 أو على الرقم 012 26 66 43 30. مشاهدينا صباح الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده وبلط ابيض. سمعنا عن مصطلح الكبد الدهني ده كتير قوي، ايه هي بقى الحقيقه العلميه بتاعته؟ محدش عارفها، وناس كتير قوي بتفضل تفتي وناس كتير قوي بتتكلم، بس النهارده هنعرف حقيقتها العلميه من دكتور ايمن احمد حسين، استشاري البطنه والكبد وزميل جامعه كلود برنارد بفرنسا وعضو الجمعيه الدوليه للامراض الباطنيه وزرع الاعضاء وعضو الجمعيه الفرنسيه. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، صباح الخير. عرفنا بقى في الاول ايه هو الكبد الدهني ده، والدهون اصلا بتتكون ازاي على الكبد، والحوار ده كله ازاي؟ تمام. الكبد الدهني ده بيجي نتيجه اكل سيء احنا بنمارسه في حياتنا، من مثلا الحاجات المقليات في الزيت بتبقى طبعا الفود الفاست فودز والحاجات دي كلها، كل دي بتاثر على الكبد، لان الكبد هو عباره عن المصفى بتاعت الجسم، اي حاجه بناكلها بتخش على الكبد. فطبعا في اكل بنسميه اكل صحي وفي اكل طبعا مش صحي. اما بالنسبه للكبد الدهني زي ما احنا شايفين على الشاشه، الكبد الدهني الكبد اللي لونه اصفر والكبد الصحي اللي هو الاحمر. بنلاقي الكبد عباره عن العضو اللي ربنا خلقه لنا، عباره عن كبد لونه احمر، لما بتخش الدهون فيه بتتحول للون الاصفر، فبنشوف الخلايا ابتدت تظهر فيها الدهون من جوه، بتبتدي المريض بتاع الكبد الدهني بينقسم هنا الى قسمين، في قسم كبد دهني نتيجه اكل وفي كبد دهني نتيجه الكحول. يبقى هنا بنقسم الكبد الدهني لقسمين، قسم الكحول وقسم الاكل السيء. هنا بنلاقي بقى بتبتدي على حسب المريض لما بياخد الاكل بتاعه، لو هو هيلسي صحي عمره ما هيبقى دهني، لكن لو هياكل اكل فيه مقليات في الزيت كتير، في اكل مثلا بيبقى فيه دهون كتير، الدهون الثلاثيه، اللحوم الحمراء اللي هو الاكل اللي مش صحي ده، بيخش على الكبد يبتدي يحول الخليه بتاعت الكبد يحولها لخليه دهنيه نتيجه ترسبات الدهون اللي بتدخل جوه الكبد. يبتدي هنا بقى تبتدي تحصل المشاكل في الخلايا الكبد، تبتدي يحصل لها تليف، ويبتدي التليف يزيد في الكبد بالتدريج زي ما احنا شايفين كده على الشاشه، اللي شفنا الكبد الدهني وفي باين قوي البطش الصفرة دي، الدهون اللي موجوده على الكبد ده. برضو هنا بنشوف الكبد الدهني ابتدت تحصل تليفات على الكبد برضو في الصوره اللي على الشاشه، ابتدت تحصل دهون، التليفات ابتدت تظهر اللي هي لونها رمادي، ابتدت تظهر في خلايا الكبد. هنا برضو ابتدت تزيد تليف الكبد بالنسبه للكبد الدهني، ابتدت تزيد التليف اللي فيه وابتدى يتاثر الكبد، ابتدى يحصل فيه تليفات نتيجه الدهون اللي بتتراكم في الكبد. طب دكتور دلوقتي احنا قلنا هنقسم اتنين، الكبد الدهني الكحولي والكبد الدهني من الاكل نتيجه الاكل، تمام. والكحولي اللي هو اسمه اللانك، بنسميه اسمه اللانك، تمام. ده له مصطلح علمي مخصوص. يعني مين اللي ممكن نقول ان هو اخطر؟ هما الاثنين زي بعض، لان طبعا الكحول ده بيعمل تليف وده بيعمل تليف، بس الاخطر اللانك، لان مدمن الكحول او اللي بيشرب كحول كتير كحولات كتير، طبعا لا، ده العامل بتاعه بيبقى اسرع من اللي بياخد الدهون. اصل احنا حضرتك لما بتخش الدهون على الكبد
وتبتدي تبوظ الكبد هتاخد لها فتره طويله، تقول لها مثلا حوالي 30 سنه 40 سنه لغايه لما او 20 سنه على حسب ما بياكل نسبه الاكل، مش كل يوم هياكل حاجات مليئه في زيت كتير فاست فود كتير. فبنبتدي هنا المريض بيبتدي يقاسي من هنا تمام، وشكل لكن الكبد بيبقى واحد، شكل الكبد بيبقى يعني واحد في الدهون في الواحد بس بيبقى اكتر أسوأ اكتر في حالات الكبد الدهني نتيجه شرب الكحول. تمام. طب دكتور دلوقتي هو واحد جاله كبد دهني نتيجه الاكل اللي بياكله والفاست فود والكلام ده كله، وفي حد تاني ممكن نلاقيه رفيع جدا ويعني ما عندوش دهون كتير بس برضو عنده كبد دهني. بالظبط. هنا عشان كده انا بيجيلي في العياده مرضى يكون رفيع فبقول له بيشرب سجاير مثلا او حتى ما بيشربش سجاير، فبقول له انت في اعراض جانبيه بتظهر للكبد الدهني ممكن المريض ما يحسش بيها او ياخدها كده باي زوايا، يعني ممكن يحس بكسل، خمول، ارهاق، يقول لك انا مش قادر اشوف نشاطي اليومي. ممكن من ضمن الحاجات ديت ممكن يكون في كبد دهني، يعني مش شرط يكون المريض بيشتكي بعد عنده الكبد، لا ممكن يكون في كوزز ثانيه، اسباب ثانيه. فهو لما في خمول، في تعب، مش قادر، جسمي مكسر، يبقى ساعتها لازم نهتم بالكبد ونشوف يا اما فيروسات يا اما دهون. هنا بقى ساعات ممكن رفيع قوي نلاقي فيه الدهون عاليه جدا، دهون كوليسترول وترايجلسرايدز. طبعا الكوليسترول مش كله ضار، يعني في ناس فاهمه كلمه كوليسترول ان هو ده كله، لا، في انواع من الكوليسترول اسمها ال دي ال والفي ال دي ال، دي من الحاجات السيئه اللي بتضر الكبد وبتترسب الكبد بسرعه جدا وبتبتدي بتبوظ في خلايا الكبد. فهنا لازم نخلي بالنا لا رفيع ولا تخين، يعني ما فيش رفيع يقول لك انا ما عنديش دهون، لا ممكن يكون في الدهون بنسبه عاليه جدا. وممكن يكون واحد تخين وما عندوش دهون في الكبد. يعني دي الى الان احنا مش عارفين نحل شفرتها، ولكن اللي عارفين نحل شفرته العادات السيئه بتاعه الاكل. يعني ممكن واحد يكون رفيع ويقول لك انا ما باكلش دهون خالص وانا ملتزم وانا وانا، طب ممكن يكون حاجه دي جينات في العيله، يكون حد من الاب من الام من الجد، ممكن يكون الكبد الدهني دوت نتيجه جينات في العيله. فلازم برضو بنشوف ايه السبب بتاع الخمول وكده، فمالهاش علاقه لا برفيع ولا لها علاقه بتخين. انا شفت عندي في العياده مرضى جسمهم زايد في الوزن بس بنعمل حاجه تحاليل الكبد واشعات للكبد ما بنلاقيش فيها دهون خالص. وفي جهاز بس واحد بس في مصر هو اللي بيعرف يفصل ما بين الكبد الدهني وتليف الكبد، لان الكبد لما بيحصل فيه دهون زي ما شرحت على صور بيحصل فيه تليف. في اجهزه في مصر متطوره عن الفايبروسكان دلوقتي بتقدر تفصل لنا ما بين نسبه الدهون في الكبد وهل الدهون دي نسبتها كام بالظبط بتحددها، وهل الدهون دي عملت تليف، ولو عملت تليف نسبه التليف قد ايه، وبناء على نسبه التليف بيتم العلاج. طب الكوليسترول بقى يا دكتور، يعني احنا نقدر نقول الناس اللي عندها زياده في الكوليسترول دول مريض محتمل للكبد الدهني؟ تمام. بكوليسترول خاصه اللي هو ال دي ال، في الكوليسترول في ال دي ال وفي ال اتش دي ال وفي حاجه اسمها ال في ال دي ال، الضار اللي هو ال في ال دي ال وال ال دي ال، دول ضارين جدا بالكبد ان هم بيكسروا الخليه الدهنيه، بتخش على الكبد تبتدي تكسرها وتبتدي تطلع تتحول الى نسيج ليفي وتبتدي تبوظ الكبد، تبتدي تعمل تليفات على الكبد مع مدار السنين. نفس طبعا بالنسبه للعلاج في الحالات ديت مخصوص، في علاج دلوقتي حديث ومتطور في علاج الدهون بتاعه الكبد وتليف الكبد. يعني احنا ممكن نعالج مريض الكبد الدهني قبل ما ينقل على التليف، يعني قبل ما يبقى عنده تليف ممكن نعالجه. بيتعالج بمكملات غذائيه، الرياضه مهمه جدا، نشوف لازم يقعد مع حد بتاع غذاء علشان يقول له الكالوريز اللي هنا كام، لان حتى المريض لو اكل او البني ادم لو كل كالوريز اكتر من قوه الحرق بتاعته بتتحول الى دهون بتختزن في الكبد، فدي برضو مش كويسه. يعني مثلا واحد محتاج كالوريز 2000 كيلو كالوري في اليوم، هو بياكل مثلا 4000 يبقى هيختزن 2000 كيلو كالوري في اليوم، يبقى دول داخلين على الكبد، يبقى دول هيتحولوا لدهون هيبتدوا برضو يبوظوا الكبد. فانا يعني بنصح لازم الرياضه، لازم المشي، الاكل الصحي، نبعد عن الفاست فودز بنسبه 100%، ناكل معتدل وناكل الحاجات اللي تفيد جسمنا او الاكل الصحي. في المراحل بقى التليف بقى يخش بعد كده، بيخشوا هم بقى بعد كده لو سيبنا الامور زي ما هي كده بدون علاج، او في الاول خالص بقى في علاجات بتبقى زي مكملات غذائيه مع الغذاء الصحي اللي بياخده المريض ومع الارشادات اللي بيقولها له الطبيب، بنبتدي هنا يتلافى مرحله التليف. اذا طبعا في اهمال لا طبعا بيبتدي يخش في مراحل التليف. كنت بسمع انه الكبد كل يوم البني ادم يقوم من النوم يبقى
عنده الكوليسترول بتاعه، يعني هو بيعمل الكوليسترول اللي هو عاوزه. تمام. فلما بنيجي ناكل بقى دهون زياده وكوليسترول زياده، فاحنا اصلا بنحمل على الكبد اكتر، وهو مش عايز كل ده اكتر من طاقته. تمام. تمام بالظبط. طب دلوقتي يا دكتور، البني ادم جاله مرض الكبد الدهني وبعد كده قلب على تليف كبد. تمام. ايه بقى هو لما بيقلب على تليف الكبد ما بيقلبش، ما بيدمرش كبد مره واحده. يعني بيبتدي بمراحل، بيبتدي هو تليف الكبد اربع مراحل. سنين برضو بتاخد فتره طويله من السنين، لو هو غذاء صحي طبعا مش كويس بياخد فتره سنين 20 سنه 30 سنه، لكن طبعا الكحول ده ممكن يدمر المريض بسرعه. في 10 سنين 15 سنة على حسب كمية الشرب الكحولات اللي بياخدها أو الكميات اللي بياخدها يوميا أو أسبوعيا وهكذا. الحاجة التانية، لو لقينا التليف الكبد اللي بيعمله الدهون في مرحلة أولى وتانية وتالتة ورابعة، هنا بقى في علاجات ممكن نبتدي فيها حديثة، اللي هي مثلا زي مستخلصات المشيمة. دي بيبقى فيها جروس فاكتور، الجروس فاكتور بتاع الكبد ده حضرتك بتبقى عبارة عن خلايا جديدة بتبتدي تتوجه، تبتدي تنشط الكبد وتبتدي تحل محل الخلايا اللي هي الميتة. فده علاج حديث موجود، اللي هي الاستخلاص بتاع المشيمة اللي هو الجروس فاكتورز. دي حاجات نازلة حديثة، حاجات حديثة موجودة زمان في اليابان بيشتغلوا فيها من زمان، فديت حاجات موجودة حاليا في مصر طبعا. يعني الناس اللي عندها المشاكل في الكبد ممكن دي بقى في المرحلة الأولى ممكن تخف خالص التليف، وبكلم على مرحلة التليف ممكن بتنقل المريض نقلة كويسة جدا. في المرحلة الثانية برضو بيتحسن. أما المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة، فالمرحلة الثالثة ممكن تتنقل بالعلاج اللي هو الجروس فاكتورز والحاجات الحديثة ديت، ممكن تتنقل للمرحلة الثانية أو المرحلة الأولى. أما المرحلة الرابعة لو سبتت على المرحلة الرابعة أو اتنقلت للمرحلة الثالثة، فده في حد ذاته مكسب كبير جدا. ليه بقى؟ لأن بعد المرحلة الرابعة تمام بتبتدي الصفرة تعلى قوي، وتبتدي بقى تظهر أورام في الكبد، وتبتدي بقى المريض يخش في دوامة صعبة جدا، يبتدي بقى يخش في عمليات جراحية، يبتدي يخش في بؤر وعلاج بؤر سرطانية والحاجات دي كلها بعد المرحلة الرابعة من التليف. فيلحق نفسه من الاول، طبعا كل ما بنلحق بدري بدري احسن. ولذلك برضو برجع اقول ان التشيك اب اللي بيحصل كل سنه، التحليل اللي بيحصل كل سنه ده مهم جدا. لازم كلنا نحلل، كل سنه نحلل نشوف الدهون في الدم. والدهون دلوقتي بقت المفروض تتحلل واكل مش صايم. المفروض بتتحلل واكل مش صايم، يعني لو رحنا نحلل دهون تتحلل عشوائي وبنشوف نسبه الدهون بالظبط بيبقى كام في الجسم. تمام. واللي يروح يعمل تشيك اب بيبقى على الجسم كله ولا على الكبد بس؟ عشان المفروض بيعمل فيروسات، وظائف كبد، وظائف كلى مثلا، يعمل تحاليل بول، وبنعمل صورة دم عشان ما يكونش فيه انيميا او كده، وبنعمل الدهون مهمه جدا. قبل ما ندخل في دوامه التليف وهو عنده كبد دهني، احنا ممكن نلحقه بالتدخل الجراحي ولا بس بيبقى بيكتفي بالادويه؟ لا، هو في المراحل الاولى الادويه، يعني نبتدي ندي علاجات في مدعمات للكبد بنقدر نظبط بيها الكبد في الاول، وخاصه لو الكبد والوظائف بتاعته عاليه بنبتدي احنا نرشده لاكل معين، بنبتدي نقول طعام معين بياكله، نبتدي ايه بقى يا دكتور؟ يعني ايه اللي ممكن تقول لمريض الكبد الدهني اياك تقرب منه؟ الحاجات الماليه في الزيت دي نمره واحد، الفاست فود نمره اتنين، التدخين. يعني التدخين ده مضر جدا للكبد، والناس فاهمه ان يقول لك في مثلا يقول لي يعني التدخين يسبب كبد دهني؟ التدخين بيرفع الدهون في الدم، الدهون الثلاثيه والكوليسترول بتترسب في الكبد، بتبتدي الميكانيزم تحصل بقى لغايه لما بيحصل تلف في الكبد. طبعا بس في عوامل تانية مساعده، بس التدخين من ضمن الحاجات. طب ليه بقى؟ لان دلوقتي الكبد المصدر هو المصدر الدم الفاسد اللي عنده، اللي هو الوريد البابي اللي بيحمل دم. طبعا بيبقى الدم الفاسد الموجود في الكبد 75%، فالكبد بيعيش على 25% بس دم فيه اكسجين، اكسجينيتد بلاد. طب انت لما بتشرب سجاير بتخش عن طريق الرئه، يبتدي يحصل تبادل غازات. لما بنتنفس دخان السيجاره بيبقى فيه ماده اول اكسيد الكربون، اول اكسيد الكربون ده سام 45 مره عن ثاني اكسيد الكربون. فاذا دخل جسمه سموم، والكبد اساسا بيبقى 25% منه بيحتاج اللي هو الدم النقي. تمام. طيب يبقى هو قلل المساحه بتاعه الكبد اللي عايش عليها وزود له سموم في الكبد، لان زي ما قلت لحضرتك في الاول الكبد ده عباره عن المصفى بتاعه الجسم، فعمال يحمل عليها سموم، السموم دي بتضر.
طبعا، فبترفع كده كده التدخين بيرفع الكوليسترول والتريجليسرايد، بيرفع دهون في الدم، فطبعا من جميع يبقى كده زود على الكبد احمال كتيره جدا، ولذلك التدخين ضار جدا من حيث طبعا الكبد والحاجات دي، فطبعا بيساعد على ضرر الكبد. طب يبتدي بقى على نظام ريجيم معين، نظام أكل معين طبعا. تمام، بننصح بقى المريض ان هو ما ياخدش الفاست فود ولا ياخد الحاجات المالية في الزيت، يبعد عنها الزيوت المهدرجه، الزيت الكويس اللي ما فيهوش ضرر اللي هو زيت الزيتون، بس ما يتقدحش على النار، يعني زيت الزيتون يتحط على الاكل، ممكن بعد ما يخلص الطعام بتاعه يقوم حاطط زيت الزيتون عليه قبل ما ياكل. تمام، نبتدي نقول له في اكلات مهمه قوي لمرضى الكبد ان انت تاخدها، في اكلات تبعد عنها، بنبتدي هنا بقى زي ايه بقى دكتور نرشد. الاكلات المهمه دي؟ يعني المسلوق حلو قوي للكبد، طبعا الناس هتزعل مني كده كتير، هيعيشوا طول عمرهم يقول على لك على المسلوق المسلوق. اكيد. مش الشعب المصري ما بيحبش كده يعني. مع الاسف، بس لو يعني لو اضطر مره كل اسبوعين ياكل حاجه، بس يصفي الحاجات الماليه في الزيت جامد قوي، وبرده ده ما يمنعش لازم يعمل تشيك اب كل 6 شهور او كل سنه. بالنسبه مثلا الكبد لازم ياكل كربوهيدرات، مثلا معلقتين رز، معلقتين مكرونه، مش طبق كبير، يعني نشويات قليل نشويات يقلل طول. قليله عشان البناء الضوئي بتاع الكبد، ولازم هيحتاج الحاجات دي. طبعا السمنة البلدي هو طبعا مفيش الكلام ده، الحاجات دي بتبقى صعبه، بس طبعا ما ينفعش، بس مفيش احنا هنا الكلام ده العادات يقطع سمنة بلدي. ولذلك عندنا الكبد الدهني كتير قوي في مصر، نسبته عاليه قوي، يعني حتى يعني لو حضرتك شفت لما كنت عايش بره في اوروبا كنت بشوف الناس بتاكل مسلوق كتير، بيجيبوا حتى حاجات من سوبر ماركت جاهزه ما فيهاش خضار كمان، خضار، بس حاجات مسلوقه، رز على البخار، خضار على البخار، ولذلك صحتهم الكبد الدهني عندهم تقريبا شبه ما معدوم. حضرتك ما شفتش قبل كده يعني، او ما جالكش مريض قبل كده نباتي وعنده كبد دهني؟ صادفتها مرة واحدة بس كان نتيجة بيدخن سجاير كتير، وكان تقريبا حد في العيلة عنده، كان بيشتكي تقريبا والدته ووالده، كان العيلة كلها كان عندها كبد دهني، فده دي الحالة الوحيدة اللي أنا شفتها، لكن حد كان بياكل صحي وكان عنده كبد دهني ما بيدخنش، دي لا أنا ما شفتهاش، بس شفت بس كانت حالة تقريبا أو اتنين بس في جولي في يعني. حياتي. طب عايز اعرف بقى نصيحة من حضرتك كده للناس اللي عندهم كبد دهني، يعملوا ايه في حياتهم اليومية يعني، من اول لما يصحوا لحد ما يناموا كده؟ يعني المفروض لما يصحى يشرب كوباية مية بعسل نحل، السكر برضه ضار جدا على الكبد، من ضمن الحاجات المضرة جدا جدا السكر، ما يعني يا ريت الناس تستخدم العسل الأبيض في تحلية مثلا الشاي، القهوة تحلية، يستخدموا العسل النحل طبعا، بس السكر ده السكر لا مشكلة ضار كبيرة، جدا، ده السم الأبيض يعني، أيوة ضار جدا جدا على جسم الإنسان، والملح والملح ضار جدا، والملح يعني نملح بس يكون قليل من الملح، ليه؟ لأن في غدة في الجسم بتعيش على الملح، بس الغدة الكظرية ما أقدرش أمنع الملح خالص، حتى مرضى الكبد عندي أنا مش بمنعهم الملح خالص، بقول لهم حتى شعرة ملح، ليه؟ لأن في غدة اسمها الغدة الكظرية، دي فوق الكلى، دي بتعيش على الملح، دي غذائها الملح، تمام؟ الكلوريد الصوديوم، فهي يبقى في اللي الأكل هو ده لعب، بس لازم الملح، شعرة. ملح الليمون، في الحاجات دي ممكن نبدلها بالملح العادي. لا، في ملح بيتباع في السوق اسمه السيف سولت، ده بيبقى خالي الصوديوم، ده مش مشكلة، ده احنا بنديه لمرضى الكبد، تمام. لكن البني ادم العادي علشان اللي هم بقى السمين اللي عندهم كبد دهني ده، انا بنصحهم بقى يبقى الاكل دلع بس عليه شعره ملح، تمام. ما يمنعوا السكريات خالص، يحلوا بمعلقه عسل نحل واحده بحيث ان هو يبقى مقبول، مش لازم ان انا احط 4 5 معالق عسل نحل، يبقى انا عملت ايه يعني، حاجه تبقى معقوله. يبتدوا ياكلوا في المسلوق، يبتدوا يبعدوا عن اللحوم الحمراء، تمام، يبتدوا يبعدوا عن الحاجات الماليه في الزيت، يعني يكون في اكل صحي وغذاء صحي ليهم. طيب اكتشف ان هو عنده كبد دهني، لا يبقى كده هنبتدي نخش على مدعمات للكبد بقى، في حاجات مدعمات للكبد بتبتدي ان احنا نشيل منها دهون الكبد، انصحهم انهم ياكلوا يا كركم مثلا، الكركم ده من ضمن الابحاث اللي اتعملت عليها في اوروبا بره، ان ثبت ان هو بيشيل الدهون من الكبد وبيرفع المناعه كويس جدا لجسم الانسان ضد الامراض، واكتشفوا كمان ان هو حلو جدا في مراحل التليف، حلو قوي ان هو بيثبت المرحله او بيجدد بيشيل التوكسينز من الكبد، ان هو في حاجات انتي اوكسيدنت قويه، فلقوا ان الكركم له فايده جامده قوي، فانا بنصح ممكن لو معلقه كركم تتحط على مثلا كوبايه زبادي بعسل نحل، حلوه جدا انها ليها كذا فايده، دي من ضمن
الحاجات اللي بتفيد مرضى الكبد جامد قوي، وخاصه مرضى الكبد اللي هو الكبد الدهني، لان هي طبعا هتشيل السموم بتاعته من الكبد. بس طبعا مش هو ده الحل الوحيد، دي من ضمن الارشادات اللي بنقولها دي لمرضى الكبد. من الريجيم بتاعه او النظام بتاعه، النظام كل يوم الصحيح. اللي لازم يمشي عليه معلقه يعني. كركم، ميه بعسل نحل يصحى عليها الصبح، عشان اول ما بتخش الميه بعسل نحل ويشربها بتخش بتنظف كل في جسم الانسان. ميه بعسل نحل بتعقمه كله، والعسل ما يستخدمش فيه معلقه معدن. العسل بيستخدم احنا عارفين معلقه خشب او بلاستيك. معلقه بلاستيك. ليه بقى؟ طيب لان المعلقه المعدن لو دخلت في العسل النحل بتبوظ مضادات الاكسده اللي موجوده في عسل النحل، ولذلك احنا بننصح بمعلقه خشب او معلقه بلاستيك، عشان المضادات الاكسده اللي هي بتفيد جسم الانسان في الـ في الـ في, الـ في المناعه ومضادات الاكسده ما تروحش، مهمه جدا. يبقى احنا ما نستخدمش معلقه معدن في العسل. ده عمرنا واحنا بناكل عسل الصبح بمعلقه معدن واحنا معدن. ولا كانه في بيعمل معالق دلوقتي بلاستيك قويه زي المعلقه الصغيره، زي المعالق الصغيره، لا دي حطها في العسل وانت مطمن، دي مش خلاص مش هتبوظ العسل، مش هتبوظ مضادات الاكسده الموجوده فيه اللي هي بيحتاجها جسم الانسان عشان تخلص جسم الانسان من السموم. الناس اللي بتحب تاكل مشويات، المشويات يعني تبقى ده احسن طبعا، المشويات بس يكونوا مثلا في صدر الفرخه، الحاجات البيضه، حته لحمه صغيره ماشي ما فيش مشكله، لكن ما يدوسوش جامد قوي في اللحوم الحمراء، علشان دي بترفع الدهون الثلاثيه، والدهون الثلاثيه بدورها طبعا دي اخطر من الكوليسترول، انها بتترسب في الشرايين بتاعه الكبد وبتبتدي تعمل كبد دهني بسرعه. فاهم حاجه ان احنا يعني نبعد عن يحاولوا يعملوا تبديل لكل حاجه، يعني مثلا بدل اللحوم الحمراء ياكلوا فراخ، ياكلوا فراخ، ياكلوا ارانب احسن حاجه، ياكلوا سمك مشوي، الحاجات دي ممتازه جدا. هي فيها تقريبا السلمون، السلمون الفريش، يعني في سلمون نسمع عنه هو سلمون مدخن اللي هو عليه سيمون فيمي، وفي سيمون فري اللي هو السلمون اللي هو الفريش اللي هو يعني السلمون تمام. ده سلمون الفريش احسن روعه جدا، لان فيه كمان الاوميجا، زيت الاوميجا فيه في السمك اللي هو السلمون الفريش، السردين، الحاجات دي ممتازه جدا لان فيها الاوميجا وما فيهاش دهون خالص. يعني عموما السي فود من الحاجات اللي مسموحه لاصحاب الكبد الدهني المشويه احسن. طبعا، بس طبعا الجمبري فيه نقرس كتير، يعني نخلي برضو بالنا يعني ممكن جمبريايه يعني. او اثنين مثلا، يعني جمبريه اثنين او ثلاثه بكتير، عشان برضو فيها نقرس عالي، يعني في املاح عاليه، فبرضو الحاجات دي هي يعني بترفع نسبه الاملاح في الجسم. بس انا بنصح كعامه يعني سمك مشوي، اسماك مشويه حلوه جدا، صدر فرخه ماشي مشوي، ارنب او الحاجات دي ممتازه جدا، اللحوم مثلا زي البتلو، اللحوم اللي هي الصغيره. بس طبعا الحمام من الحاجه اللي ما الحاجات الغامقه دي يعني. بصي حضرتك الحاجات الغامقه دي هي فيها نسبه تراجل سرايد عاليه، دهون عاليه وكده، لكن احنا مش هنحرم نفسنا منها، هناكل. بس برضو انا بطلب التحليل اللي المفروض يتم كل 6 شهور او كل سنه على الاكثر، بحيث ان احنا نشوف هل في حاجه حصلت تغيرات، هل جسمنا اتاذى من نوعيه الاكل، الحق نفسي قبل ما الامور تتفاقم ويبتدي يحصل تليف في الكبد نتيجه نسبه الدهون اللي بتحصل عاليه نتيجه الغذاء بتاعنا اللي هو مش سليم. انا بقى عشان كده لازم التحليل الدوريه كل سنه على الاقل. التحليل بقى لازم نبتدي من اول سن معين نعمله، ولا يعني ممكن مثلا نبتدي من سن كام الاطفال مثلا؟ يعني ممكن الاطفال مثلا انا بشوف اطفال يعني عندهم دهون عاليه وبشوف ليهم مشاكل من 10 سنين و12 سنه، اذا علشان الاباء والامهات مش مهتمين بالغذاء الصحي بتاع الاولاد. يعني يجي انا بلاقي عادات سيئه جدا، البطاطس المقليه يغذوا بيها الاطفال، دي لازم يعني البطاطس المقليه كل، والبتنجان المقلي، الحاجات دي من أسوأ الحاجات. طب ليه انا ما اعملش البتنجان مشوي في الفرن؟ ليه انا ما اعملش البطاطس تبقى مسلوقه واعود الولد عليها؟ تمام. فالحاجات ديت احنا اللي بنحط بنوسع او بنزود الغدد اللي هي بتاعت الدهون اللي اسمها اديبوسايت، احنا بنزودها وبنفتحها من الطفل من صغره، فدي بتبقى شرهه للدهون، بتاخد الدهون وتبتدي بقى تبوظ الجسم. فانا بشوف اطفال، فاحنا لازم نخلي بالنا، نصيحه للاباء والامهات انهم يخلي بالهم من غذاء الاطفال، كل يوم يبقى فيه خضار، فيه بروكلي، فيه سلطه خضراء، لازم شوربه الخضار، نعودهم من صغرهم انهم ياكلوا خضار وسلطه خضراء، لازم يوميا على ترابيزه الاكل كده. تمام. زائد نعودهم مثلا على الخضار مسلوق او شوربه، يبتدوا بالحاجات ديت كف على الترابيزه، وبعد كده معلقتين رز، معلقتين مكرونه، يعني نديهم غذاء صحي. البروكلي ده من الحاجات الممتازه جدا اللي بترفع المناعه وفيها مضادات الاكسده روعه جدا. بس مش بيتعب القولون يا دكتور؟
لا البروكلي لا ما بيتعبش القولون، لا هو بقى لو في قولون بيتعب يبقى لازم اروح للدكتور عشان اعمل ما تحاليل واشوف سببه يعني ايه. ما احنا عايزين يعني نبوظ حاجه ونصلح حاجه، احنا عايزين حاجه تصلح كله. لا ان شاء الله، ما هو الغذاء الصحي البروكلي لا ما عملش انتفاخات، بس لو في انتفاخ لازم المريض يتوجه للدكتور بتاع البطنه علشان يسالوه يشوف ايه سبب الانتفاخ. بس نورتنا يا دكتور. لا الله يخليك كالعاده، كل مره بتنورنا وبتنورنا اكتر. شكرا جزيلا. مشاهدينا خلصنا النهارده حلقتنا، استنونا الحلقات اللي جايه كمان هنتكلم عن مشاكل الكبد وان شاء الله حاجات تفيدكم. سلام عليكم.